مبدأ التناسخ مغلوط. يؤمن بعض فرسان الإسبيطارية بالتناسخ أيضا، إنه أمر خاطئ وغير منطقي. إن الإنسان يأتي إلى الدنيا ولديه متسع من الوقت، حتى أن أسبوعا واحدا كاف للإنسان. كيف لا يعي الإنسان ذلك؟ يمنح الإنسان حياة طويلة، ربما 70 أو 80 عاما أو أقل قليلة، ولكنه وقت كاف للإنسان حتى يدرك. إنهم يمرون بتجارب كالموت، وكما يقول البعض أنهم ينجون منها. دعونا نصدق ما يقولون. بناء على أي تجارب سيطورون من أنفسهم على افتراض إتيان شخص جديد وبدايته من الصفر، سيكون الاستنساخ مفيدا إذا تذكر ماضيه كاملا، ولكنه لا يستطيع تذكر ماضيه. البعث بعد الموت مذكور في القرآن، يهلك الله أقواما ثم يعيدهم للحياة. يخبرنا الله في القرآن بقصة رجل أعيد للحياة عند لمسه بقطعة من البقرة، ويمكن اليوم تغيير صمام القلب آخر مأخوذة مواده من العجل لإحياء الناس. تلك القصة في القرآن دلالة على ذلك. في القرآن قصة رجل مات وحماره وأحياهم الله، ولكن يبقى البعث ذو قيمة عندما يتذكر الإنسان ماضيه. يقول إنسان على سبيل المثال: كنت لويس الرابع في حياتي السابقة، مما يعني أنه بعث بجسد جديد. دعونا نفترض أنه على صواب. نسأله: إذن أخبرنا يا لويس، ماذا كنت تفعل في الماضي؟ فيرد: لا أتذكر. إذن فلا جدوى من تسميته لويس. دعنا نفترض أنك حسين أوزيلماز وتلك تجربتك، فلا فائدة من التناسخ إذا لم تتذكر ماضيك. يقول تعالى في آية في القرآن: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. بالطبع لدينا متسع من الوقت.